كي دايره الطرامبي كيتنقل المطاي بزاف ماشي بحال الطرامبي. ما عرفتش اللي تسكن بزاف ديال الحوادث من اسباب السرعه، السرعه اللي عندهم بزاف كيمشيو بالزربه عليا باش كيتسبب الحوادث. الترونسبور في النقل المزدوج فيه ايجابيات وسلبيات. الايجابيات ديالو انه هو كيف ملي كتعطل الطوبيس كتضطر انك انت تركب فيه كيوصل دغيا، اما ملي اما المشكله اللي فيه انه هو كي في الطريق كي عرقل الحركه السير وكيمشي بالزربه كيوز الناس بزاف مره لا حسب. اذا كانت كارطه كانت العطله كركب فيه، ولا ما كانتش العطله كركب طرامبي. الترينين كيضربك وكيمشي ما كتشوف ما يوقف لكش كاع، لان اللي خدامين في النقص المزدوج غير اللي ما زيد البلايص هو عنده 15 وكيهز 30 40 ما كاينش اللي كيهضر معاه. ايوا بزاف هذا الشيء بزاف. تقول علاش ما كتركبش فيه؟ ما كنركبش فيه حيت غنقول لك الا وقعتك حاجه في الزنقه راه مشيتي فيها، حيت ما عندهم شي لاسيرونس ولا شي حاجه، هما اصلا هابرين مخزن وتجيب شي نهار تكون تابعه شي طفي كينزلك ويهرب هو، فهمتي؟ او تقع شي موتور تقع شي اكسيدو في الطريق ولا شي حاجه الله يحفظ، كنتفاداو هذا الشيء هذا. هما صراحه كل واحد ربي كتب لهم الرزاق ديالهم في ذاك الشيء، وفي نفس الوقت ما صالحينش الشيء. اولا فهمتي ما صالحينش الشيء، ايوا عطيهم شي ترخيص باش حتى هما يكونوا مسافه حتى الترامبيا، في الترامبيا اللي ركبتي فيها وقعت لك شي حاجه يعني الحقوق ديالك مضمونه يعني، فهمتي؟ بالنسبه للنقل المزدوج هو واحد الحل لبزاف ديال المواطنين ما كيلقاوش فين يلقاو، ما كيلقاوش الترونسبور في اوقات ديال الضغط، فكيلجؤوا الى هذا كحل على الرغم ان فيه مخاطر بالنسبه للتامين، بالنسبه لمخاطر الحياه ديالهم، ولكن هذا هو الحل، ما كاينش شي خيار اخر كيجبر راس المواطن مضغوط انه مباشره يمشي لهذاك الحل، ما عنده امام خيار. اي واحد راه ما كيبغيش الخطوره على راسه، راه خص الدوله تعمل على انها دير حلول وتعطي توسع من وسائل النقل وتجيب وسائل جديده، ولكن طالما ان المواطن كيلقى عيايه فاعتقد دائما الازمه هكا، لان كاين لومبوطياج بزاف مع المواطن ما يدير. البشر كثر فهمتي، كتجيب شي بعد الساعات ها الناس وما كاينش اللي يهزهم، واش فهمتي؟ حنا ماشي غنقول لك مثلا خصو يزولوها ولا كدا، كل واحد يشبر القوانين ديالو، كل واحد يشبر الخط ديالو وصافي، داك الشيء اللي بغينا حنايا. ماشي خصنا هذاك نقد مزدوج، خصنا الحاجه معقوله. معقوله البديل يزيدوا الطرمبيات اللي حنا كنقولوا باللغه. نقد مزدوج يبقى ولا يزولوا؟ على ما نظن انا يزول، حيتاش ما كيوقروش. لا ما كيوقروش، ما كيوقروش، كيعملوا واحد السرعه ما كيوقروا فيها لا بنادم كبير ولا صغير ولا اطفال ولا وهذا، زعما ما كرهناش يخدموا بالحق يشوفوا شي حاجه نقيه. يا والله هذا الشيء اللي عندي ما نقول.